ما حكم الصلاة خلف إمام لا يتقن قراءة القرآن؟ والمشكلة أن الإمام هو الراتب بدعوى أن الإمام هو الراتب بدعوى أنه أعجمي. إذا كان الإمام هو الراتب فاصبر عليه ولا تثر فتنة ولا تثر فتنة، إنما ينبغي أن ترجع إلى إدارة المسجد، إلى الجهة الموظفة له، وأن تأتمر في ذلك بينك وبينهم بمعروف، لا تثر عاصفة. من صحت الصلاة لنفسه صحت صلاته لغيره، وأصحاب الأعذار تصح صلاتهم بأمثالهم وبغير أمثالهم من غير ذوي الأعذار. ثم إني عدم إتقان القراءة متفاوت، والمطلوب أساسا ألا يلحن في قراءة الفاتحة لحنا يخل بالمعنى. اللحن فيما سوى الفاتحة يعني أمره قريب، والصلاة في الجملة صحيحة، وينبغي لإدارة المسجد ما أمكنها ألا تقدم لإمامة الصلوات إلا أقرأ الناس وأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن ولاية أمور الناس ومن بينها ولاية إمامة الصلوات من أعظم الأمانات التي تناط بصناع القرارات. وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا خطاب للقائمين على الأمر. أما عوام الناس نقول لهم اتقوا الله، لا تثيروا فتنة بهذا، لا تنازعوا الأمر أهله، ارجعوا إلى إدارة المركز أو المسجد، وأتمروا في ذلك بينكم وبينهم بمعروف. جزاكم الله خيراً.